السلام عليكم جماعة الخير، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله كلكم خير. وأنا بقرأ الكومنتات شفت كثير ناس بيحكوا لي احكي لنا عن كوريا، احكي لنا عن كوريا، بس أنا عن جد صار نفسي أعرف إيش حابين تعرفوا عن كوريا بالضبط. بالله عليكم اكتبوا لي على الكومنتات وراح أعمل لكم فيديو. المهم يا جماعة، الفيديو اليوم في حد كتب لي احكي كوري وعربي مع بعض نفس الوقت، والثاني لو تحضر شو كتب لي. بس دقيقة خلنا أحكي لكم شو اسمي. أول شيء أكيد بتعرفوا اسمي سنجن، ولا الثاني شو بقول؟ سنجن. شو اسمك بالله؟ بالله عليك أمانة. يلا يا جماعة شوفوا شو ردت عليهم أنا. يا 안녕하세요. 알로 마르하바. 예. 어떻게 지내셨어요? 다만 알함둘라. 언제 케이팍? 아예 저도 잘 지냈어요. 아이 제가 듣기로는 요르단서 전통 음식을 손으로 먹는다면서요? 아이와 صح كلامك. 아 المنسف. 그래요? 아니 그럼 진짜로 손으로 먹어요? 아 يا رجل بناكل باليدين وباكل بالرجلين كمان. كيف بالله؟ كيف بس لما اجي احكي كوري وعربي مع بعض؟ كوردوني. عرفتوا ليش اسمي كوردوني؟ كوردوني. هسا خلنا نشوف الفيديو الثاني، هذا اللي كتب لي سنجن شو اسمك؟ والله مش صاحي، والله مش صاحي. ايش؟ معقول اسمي تغير؟ يعني امه دير بحكسو؟ ابجي دير بحكسو؟ يا اخوان انا متاكد، انا متاكد اسمي سنجن. تاكدت من الجوجل وتاكدت من امي، تاكدت من ابوي وتاكدت عن نفسي، انا متاكد اسمي سنجن. يا اخوان صار لي ساعه صامد بالسؤال. جماعة أنا كثير آسف عشان مدة الفيديو قصيرة، والله هاي الأيام مشغول بأشياء، طبعاً أشياء تافهة، يعني مشغول على الفاضي، منشر غسيل حتى فاضي، يا حبيبي، خلنا نروح طول وجبة غسيل ونخلينا ننشرها، فسامحوني يا جماعة، بشوفكم بالفيديو جاي. دقيقة نسيت أهم مقطع، سلاموز.